ليلا ونهارا للناس تعمل تجمع حقيقي عشان نقدر نعمل سلام حقيقي من الداخل. والسلام من الداخل ده يعني ما فيه إقصاء لحد، مهما نختلف معك لكن ما حنقصيك، لكن ما عندنا مقاعد عشان ما تجي تقول والله يا أخي أنا داير وزير ولا داير لي فريق. ما عندنا، الناس مشت الآن كلها مشغولة بالعمارات، واسم السودان اترفع من قائمة الدول الراعية للرحاب، شايفينه كبوست تنفيذه على الأرض ما معروف. إذا اترفع كلام جميل، إذا اسم السودان يترفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والله لا أنا أتمنى يترفع الليلة قبل بكرة عشان الرخصة الدولية بتاعت السودان ترجع. إحنا ما عندنا رخصة ولا تصنيع ما عندنا، والدولة الآن بقت شنو؟ يعني الأساكر دخلوا الدولة في معزق شديد. أخوان حميدتي وبرهان صفوا الدولة دي مع الألوية اللي بتعبد اللي يمسكوا الشركات يجيبوها للمواطنين، يفكوا الشركات بتاعت الجيش، ينزل الشركات بتسلم لبنك السودان متمسكين فيها كده، والجيش يتمسك بالسلطة كويس، وما داري فيك السلطة أصلا، ما داري فيك السلطة. وجابت وأخواننا كمان زادوا الطين بلة، السلام الحسي حاليا جاري، والله إذا زاد الطين بلة. كل يوم بنشوف سيناريو ده نحن ما عندنا معه شغلة بعد، ده انتهى. احنا دارين توجهنا الآن، نحن خلاص قصة سلام جوبا ما سلام جوبا ده نحن انتهينا منه، رسالتنا فيه وصلت، ما حنتكلم فيه داني خلاص انتهى. نحن هنتكلم، احنا حنعمل شغل، المطلوب من احنا نوصله للشعب السوداني شنو؟ رسالتنا دارين نوصلها للشعب السوداني هي شنو؟ ده الكلام اللي احنا هنمشي فيه من يوم الليلة وسعيدة. رسالتنا انه دارين وحدة حقيقية للناس اللي ما وقعت السلام كلها، وحتى ما في اقصاء لحد زي ما قلنا، ما في اي اقصاء اصلا، اقصاء ما عندنا. حتى الناس اللي وقعت السلام احنا ما بنقصهم، لانه الدولة لازم تتبني كل الناس يكونوا فيها مراية حقيقية. حركات اللي وقع السلام جوبا، الما وقع السلام جوبا، الاحزاب السياسية، اي سودان لازم يلقى نفسه في المراية الجديدة دي. ودي دائرة مننا كلنا كمواطنين وكحركات مسلحة وكأحزاب سياسية وكنشطاء سياسيين، دائر مننا الوحدة الحقيقية، ودائرين نترايا في الكلام اللي احنا جايين به، ونخط كله في الترابيزة برا. ما في حاجة يقول له والله يا أخي دي ملفات سرية وانتم ما ممكن تطلعوا عليها، لازم اي حاجة الناس دائرة تعملها لجمهورية السودان لازم تكون بوضوح، لازم تكون بوضوح، تكون بشفافية. السودان الآن انتو زي ما عارفين السودان في ظرف ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وصلنا يعني حد ما يعلمه إلا الله. السنة ممكن تكون في مجاعة، لأنه كل البشريات اللي انت شايفها دي، السودان أول حاجة كارثة بتاعت عملة، كارثة بتاعت قلق، كارثة بتاعت سيول وأمطار، كارثة بتاعت حكومات، كارثة ناس المصالح، كارثة ناس قافلين القروش دي وماسكين عليهم، كارثة المجلس العسكري متشبث على السلطة، ده كله كارثة، كوارث ما يعلم إلا الله. طيب نحن اللي ما وقعنا في السلام، الدارين نجيب السلام من الداخل دي، نحن ذاتها ما خلونا نجي نكون عايق للدولة، خلونا نجتمع كلنا. أنا بناشد الكلام ده من المنبر البسيط ده، بقول لك الناس كلها مفروض أنه تخد يدينا مع بعض، نفتش أي زول نجيبه إلا من أبى، أي زول نفتش نجيبه كويس، أي زول نفتشه نجيبه عشان نبني دولة حقيقية، رؤى رحل قيرو أحزاب حركات جيش، الناس دي كلها لازم تتدمى في حتة واحدة. لكن بمعنى الكلام ده ما بالمجرم بالفيل، ما عندنا مجرم بلا بدو، ما في، المجرم يتحاسب.
المجرم يتحاسب. الليلة سمينا مشريات كويسة، بيقولوا عليك وشيب قضيته مشت كويس، ودائرين الناس المتضررين من عليك وشيب. طيب المحكمة الجنائية دي ما تمشي تشيلها 100,000 أو 200,000، كتير كلام ده، تشيلها 50,000 أو 1,000 أو 600 شخص من المعسكرات بلجنة يشكلون، يجي طوالي يجي ضحايا هولندا. الموضوع ده برضه حنشتغله وبنناشد بالناس تشتغلوا من هالسنة كلنا. من المعسكرات 180 معسكر بتاع نزوح، وبالذات الناس المتأثرين بمناطق كان بيبيدا عليك وشيب، الناس المفروض تشكل لجنة وطوال تشيل لجنة حقيقية، ما لجنة بتاعت حركات مسلحة ولا لجنة بجواب من طرف، لجنة من ناس المعسكرات من المواطنين جوا. اللجنة اللي تطلع تجي لهاي، لما ترجع ترجع اسمع الناس اللي كانوا معاه ذاته منه، خلينا المتضررين، الناس اللي بيعينوا على الكوشيب كان منه، الكوشيب ده معه جيش معه إدارات أهلية، دي تبقى دي الدولة اللي احنا اللي نتكلم عنها، ودولة خطيرة جدا. وجناس دفنوا الدرب العسر ده، في ناس جو دفنوه، فهمت الكلام ده انت؟ العسر ده في ناس جو دفنوه، دفنوا الأسر، بمعنى أنه إحنا نسامح ونتكاتف، ما بمعنى أنه ننسى المجرم، المجرم ما بننساه، المجرم يتحاسب يا جماعة. نحن لو خلينا المجرم وجينا عفيناه مثلا، هسه جينا عفينا مجرم زول ارتكب جريمة في الدولة وجينا عفيناه مثلا، لما تعفي أنت بتكون ركبت السودان ده تاني جريمة. نحن دارين نحاسب النادر كلهم، ما دارين نعفي زول بسهولة. الزول اللي بيعفو ده عمل شغل نظيف واعترف بغلطه ويجيب الأدلة ويجي يقول قدام الناس ويعتذر، ما قصة انك انت تيجي تطبل لزول. دي الدولة اللي دايرين نمشي عليها. الآن انتوا شايفين لسه في ناس في الاعتصام، انا بقول المعسكرات كلها المفروض تطلع تعتصم. حلو ليك شنو انت قاعد في المعسكر؟ انت ما انت سوداني ليه تكون انك انت قاعد في المعسكر بس؟ مفروض تطلع تحتزم في المعسكر ده، تصبها ليلا ونهارا، يكون في صبة ليلا ونهارا. ليه حقك مجا انت بتقول حقنا بجيبه؟ ما في زول بيجيب لك حقك، لكن لما تطلع وتعتصم ها وتشدوا حيلكم وتجيفوا ليلا ونهارا، حقكم بيجي الليلة قبل بكرة. اسمع كلام ده كويس، المعسكرات لازم تطلع مظاهرات، كل المعسكرات، حتى السلام من الداخل لذاته ما بيجي اذا انت ما طلعتوا في الشارع. عشان تسند الزول الداري يجيب لك سلام من الداخل ده، انت لازم تجيب في الشارع، تجيب في الشكل اللي جانك، والمطالب تكون واحده، عشان لجنه الحركات المسلحه ولجنه المعسكرات تكون سوا لجنتين مع بعض ومتفقين في كل البنود. نحن الحراسه لكم فقط، انتوا اصحاب القضيه، انت بتمثلوا المعسكرات، يجب ان المعسكرات كلها تطلع، تطلع مظاهرات عديل صبة. انت حقك مجا قاعد بتسوي شنو في المعسكر ده؟ الكلام اللي احنا دارين نتكلم فيه، وده الكلام اللي بودينا اللي قدام. انا ما داير اطول عليكم لانه الزمن متاخر خالص، كويس، ونسال الله انه رغم عن ذلك انه السودان النت قاطع، ثلاث ارباع الناس يعني بقت لا حول ولا قوه، والناس تفعل البرنامج بتاع الفي بي ان برضه بسعيده شويه، بدل تقول انه قطع النت والنت ما جابوه، برضه موضوع مهم جدا بالمناسبه. فالثوره دي دايره مننا شغل، ناس الحاج يوسف وناس مايو وناس الاسهري وناس غيرهم غيرهم، الناس الاحياء المعسكرات الموجوده في داخل القوميه المثلثه، انتم المفروض تكونوا صابنا، انتوا المفروض تكونوا صابنا، ما تقولوا تتلبدوا، تكونوا صابنا، الصبة حقيقية.
فيجب علينا دايرين نبني دولة، نطلع مظاهرات حقيقية عشان نقدر نطالب بدولة مدنية حقيقية، ما دولة مزيفة. فالمظاهرات مهمة جدا، لازم الناس تمرق مظاهرات، ده الكلام اللي احنا بنطلبه، لازم الناس تمرق مظاهرات. فهمت؟ في ناس عندها رأي عنه السلام الجدا، الزول ما داير يطلع ما يطلع، لكن احنا ناسنا دايرين تطلع. اي زول بيتبع علينا السلام بتاع جوا ده ما بيمثله، دايرين نطلع الشارع، دايرين نطلع الشارع. نحن شايفين حمدوك بحجب في لجان المقاومة وجزء معاه بتاعنا الناس الأحزاب السياسية بتاع ده، احنا ما دايرين نشتغل به، احنا دايرين نطلع. اي زول شايف نفسه سلام جوبا ده ما سلام، دايرينك في الشارع لاستجمام بمبان ما انجر دلمان، ما عندنا مشكلة. انت شايف سلام جوبا ده جايب لك سلام، ما عندنا معك شغلة تعبان. نحن شايفين سلام جوبا ما جايب لنا سلام، يبقى احنا بنطلع الشارع ليه؟ لانه حقنا ما جاء. نطلع نصب طوالي في الشارع، ده الكلام اللي احنا دايرينه. الزول الشايف سلام جوبا جايب له سلام، خلاص انت حر، ما في مشكلة، ده رأيك انت. نحن شايفين سلام جوبا ما جايب لنا سلام، يبقى ناسنا كلها تمرق برا. ناس اللي بتتبع لنا وشايفين اي زول شايف جوبا ما سلام، يطلع برا الشارع. دايرين نطلع مليونيات، ما عندنا قضية بزول. الناس الدايرة تحتفل، مرحبا بهم، خليهم يمشي يحتفلوا، ده حقهم هم، ما عندنا مشكلة. الدولة كده. لكن أصلا نحن وقت حقنا ما جاء وشايفين أنه سلام جوبا ما سلام، يبقى معناته ما دام سلام جوبا ده ما سلام، يبقى أنه احنا علينا كلنا نطلع، كويس، نطلع الشارع. أي زول، أي زول حزب بتاع أي بني آدم بيشوف أنه سلام جوبا إخصاع بالنسبة له، عليك انك انت تعمل تعبئه شعبيه بتاعتك، والناس دي تمرق برا، وكلنا نوحد نفسنا نطلع مليونير. دايرين نشوف ناس ان احنا ذاتنا الماء تابين لجوبا ديل، في عندنا ناس ولا ما عندنا ناس؟ ده الكلام ان احنا دايرين نذاكر. الرساله لازم تصل لاي زول، اي زول شايف سلام جوبا ده ما سلام. انت ما شايف سلام جوبا ما سلام؟ نطلع طوالنا نعمل مليونيه، نعلن لمليونيه، في الايام الجايه نطلع ملياريه نخبى في الشارع. انت شايف سلام جوبا ده جايب لك سلام، كويس، اقعد، ما عندنا مشكله، انت اقعد، لكن احنا هنطلع الشارع. لكن انت ما ممكن سلام جوبا بتفتكره ما سلام وما دار تطلع مليونيه ويقول حقك ما جاء، يبقى تطلع الشارع. الناس الحقهم جديد خليهم، نحن حقنا ما جاء، اي نطلع الشارع، كلنا نطلع الشارع. شير يا جماعه، يا جماعه دون شير والله. أنا ما حطول عليكم بالمناسبة، نعمل تصويت، طيب نواصل ولا نقفل اللايف؟ عشان الزمن ذاته متأخر، نواصل ولا نقفل؟ نعمل تصويت إذا الصوت واضح. الناس 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 تعمل اسمه ده، ندي انا بدي 3 دقائق يعني. الناس اذا كتبت اوكي نواصل، اما نكفي. انا بشاوركم انتم، الصوت ما واضح، ما في زول كتب. نواصل ولا نخدم اللايف؟ 2 3 طيب ساعدونا بالبوسترات. أهم حاجة الملصقات، كويس. يبقى أنه نحن نتوجه كالآتي، إذا مثلا أي زول نحن والله سلام جوبا ما بمثلنا، لأنه السلام بتاع أقصى أقصى ناس، كويس، وتقسيم بتاع الكراسي ضراينا نحن في حركة الجيش على السودان. يبقى لذلك احنا بنطالب ناسنا الشارع، ناسنا تطلع الشارع، تقيف في الشارع،
تقعد برا في الشارع تصبها في الشارع لحد ما نحن نكون نفسنا ونمشي صح. عندك عشان كده لا بد عنه. أنا معلش قاعد بس الليلة ما قاعد في الغرفة، الزمن متأخر شوية وفي ناس برا بتتونس، فهمت؟